من 16 سنة غادرت بلدي العراق على مود أدور عن باب أوصل صوتي من خلاله. هواية أبواب انفتحت بطريقي، عقود، ألبومات، أغاني، حفلات، بس كنت محتاج عقد واحد هو أراب أيضا. أقول وقد لاحت في حبي حمامة. والدي فنان ودكتور في تاريخ الفن، كان دائما يقول لي تاريخ يكرر نفسه، وأني قررت أرجع أبلش من البداية على مود أحقق ذاتي. عبرت كل المراحل، وبقى الأصعب، والأصعب محتاج لوقفتكم وياي. صوتولي رقم 23، أنا همام إبراهيم من العراق.